أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتعزيز العلاقات المصرية الآسيوية، وخلال لقائه سفراء الدول الآسيوية المعتمدين بمصر. أشار وزير الخارجية إلى حرص الدولة على الدفع بأواصر التعاون مع الدول الآسيوية في مختلف المجالات، وذلك في آفاق أرحب، مشددا على أهمية تكثيف التعاون خلال المرحلة القادمة لمضاعفة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين كافة البلدان.